شيم ابو وبرو وروحو قاديشو حاض الوهو شاريرو امين. اهلا وسهلا فيكم من جديد اخوتي بالرب مشاهدي قناة سوبورو تي في ببرنامج حبك عظيم. اليوم نحن بالحلقة الثالثة من هالبرنامج لنمجد اسم ربنا مع بعضنا البعض من خلال التأمل بسلسلة المحبة الإلهية العظيمة وحب الله المجاني للإنسان. بالحلقة السابقة أخوتي حكينا عن محبة الله للإنسان حتى وصلنا للسقوط، سقوط أبوينا الأولين، وشفنا كيف قابل آدم وحواء محبة الرب بصم الآذان عن سماع المحبة وفتح الآذان لسماع الطرف الآخر. وكمان بنفس الوقت بالحلقة الماضية شفنا مقاصد الشيطان من وراء إغواء حواء وآدم، كان في له مقاصد شفناها بالحلقة السابقة. يلي ما كان معنا بالحلقة السابقة وحابب يعرف شو مقاصد الشيطان بيقدر يرجع للحلقة السابقة الحلقة الثانية ويشوف هالمقاصد هاي. اليوم نحن بالحلقة الثالثة وصلنا لنتأمل بمحبة ربنا العظيمة، فيض المحبة الإلهية حتى بعد سقوط آدم. فخلونا نتابع مع بعضنا البعض حلقة اليوم وعنوانها محبة الله بعد سقوط آدم. قبل ما نبدأ بدنا نعطي مثل بسيط. إذا إنسان منا قدم حب كبير، محبة عظيمة، قدم كل شيء لمن يحب، إن كان لأخيه الإنسان، إن كان لابنه، قدم له كثير عطايا ومنح وخيرات ومحبة معنوية ونفسية ودعم إلى آخره، والطرف الآخر قابل المحبة بالتخلي والنكران، الطرف الآخر ما اعترف بجميل المحبة، ما قابل المحبة بمحبة، تخلى عن يلي قدم له المحبة، بما معناه ابتعد عن يلي قدم له المحبة أو حتى نكره ولجأ إلى آخر. فشو بيكون موقف الإنسان يلي قدم المحبة؟ قد يتخلى الإنسان. إذا أنا قدمت محبة وما شفت أنها قوبلت بالمحبة بل بالتخلي، يمكن أنا أتخلى كإنسان، قد يتخلى الإنسان وقت بده يشوف ما في مقابل المحبة محبة. نعم، ولكن الحديث هون ما هو عن إنسان، الحديث هون ما هو عن حامل محبة نسبية، الحديث هون عن الله كلي المحبة، عن الله مطلق المحبة، عن الله يلي هو المحبة، الحديث هون عن الله الرؤوف الرحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة، مثل ما قلنا يوئيل بإصحاحه الثاني. الحديث هون عن الله المحب. آدم وحواء قابلوا محبة الله بالتخلي والابتعاد عنه. فهل قابل الله ابتعاد آدم والتخلي عنه بتخلي عن آدم، بإبعاد آدم أكثر وأكثر، بنكران آدم يلي نكره من خلال عدم سماعه للوصية، بما معناه هل قابل الله الشر بشر؟ كيف ممكن يقابل الله وهو المحبة الشر بشر وهو له المجد يلي قلنا لا تقاوموا الشر؟ الآية كاملة قلنا قيل لكم عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر. بدل الشريعة كلها من عين بعين إلى مسامحة وعدم مقابلة الشر. يلي علمنا هالمحبة وإنه نغفر وما نقابل الشر بالشر. خلونا مع بعضنا البعض
نشوف كيف كانت محبته ظاهرة حتى بعد ما تركوا الإنسان. بنقرأ مع بعضنا البعض بسفر التكوين الإصحاح الثالث، أول ما سقط الإنسان بيقول: فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ وقفتني كثير عبارة أين أنت. أنا يا رب صميت أذني عن سماعك، أنا يا رب سمعت لطرف آخر غيرك، أنا يا رب ابتعدت عنك وأنت عم تسعى ورائي. ما بس سعى وراءه، تناديني آدم، تطلبني وتبحث عني، أين أنت؟ أين أنت سعي وراء آدم؟ فهل هالشيء غريب عن المحبة؟ هل هالشيء غريب عن الله؟ هل هالشيء غريب عن يلي قدم لآدم كل شيء وجعله سيد بمحبته وفيض محبته؟ هل هالشيء غريب عن الله يلي قيل عنه انه اجى هو مشان يسترد الضال، اجى مشان يسترد الضال، مشان يعيد المطرود، يرجعه لمكانته، مشان يجبر الكثير ويعصب الجريح، مثل ما قلنا حزقيال 34. فإذا هو فيما بعد كان رح يجي كرمال هالموضوع هذا، لحتى يطلب مثل ما قال له أين أنت، يطلب الضال، يسترد المطرود ويجبر الكثير ويعصب الجريح. مشان هيك عبارة أين أنت بالجنة العدنية ما كانت غريبة عن الرب، ولكن كانت مفاجأة لآدم يلي قدم له ربنا كل شيء، ولكن هو ابتعد عن المحبة، تفاجأ انه المحبة مرة تانية عم تنادي آدم أين أنت؟ سعى وراءه وطلبه. هون سمع آدم صوت الله يناديه فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان واختبأت. سمع آدم صوت ربنا بيقول فخشيت، يعني خفت أنا. من وين الخوف بعد ما كان آدم على صورة الله ومثاله؟ قبل السقوط ما كان في خوف. فإذا هون بلشنا نشوف صورة تانية للإنسان بعد تخليه عن نعمة محبة ربنا. أولا بلش يتحارب من الخوف، بيقول وخجلت لأني عريان. ما كنت عريان أنت، ولكن كانت الأمور تمام. شو يلي خلى آدم يخجل بعد السقوط؟ شو يلي خلى آدم يعرف أنه عريان؟ نعم، كلكن عرفتوا أنه هي الخطيئة، هي اللي خلته يخاف، هي خلته يخجل، هي خلته يعرف أنه عريان. ليش تخبى من وجه ربنا؟ لأنه بيعرف أنه ربنا ما قدم له غير المحبة، وبيعرف أنه هو ابتعد عن هالمحبة. ليش تخبى من ربنا؟ لأنه عرف أنه ابتعد عن النور وصار هو بالظلمة، ظلمة الخطيئة، فكان خايف أنه يجتمع مع النور. خشي آدم وخجل لأنه تعرى بإرادته. نعم هو عرف أنه عريان جسديا، ولكن آدم بإرادته تعرى من البر والقداسة، من صورة البر والقداسة الكاملة، وصار يعرف أنه هو أخطأ، أنه هو ابتعد، أنه هو فقد. ولكن شو فقد؟ فقد أمر عظيم، فقد أمر
كان عاطي الرب بأنه يميزه عن الخلائق فقد حالة من البر والقداسة. بيقول خشيت وبيقول خجلت وبيقول عريان. فإذا آدم عرف. اليوم نحن بعد آدم والخليقة والسقوط وحتى بعد الفداء بيومنا هذا، نعم الشيطان عم يحاربنا، نعم نحن ممكن نضعف، ولكن إذا ضعفنا نخشى كما خشي آدم، عم نخاف شيء من الخطيئة أو صارت عنا أمر روتيني، نخجل مثل ما خجل آدم، أو أنه أنا بخجل من الإنسان يلي بيشوفني وما بخجل من الله، بفكر أنه ما بيشوفني. اليوم نحن هل نخاف أو نخجل من تعرينا من الفضائل ومن ثمار الروح؟ هل عم نخجل أو عم نخشى أم عم نستهين بإمهال الله علينا وانتظاره لألنا لحتى نرجع؟ مثل ما قالنا مار بولس الرسول برسالته لروميا: أم تستهين بغنى لطف الله وإمهاله وطول أناته غير عالما أن لطف الله إنما يقودك إلى توبة؟ نعم، لطف الله عم يخليه تمهل لحتى أنت ترجع، مثل ما تمهل على كثيرين قبلك. لطف الله وطول أناته موجود لك فرصة حتى أنت ترجع. فهل نحن عم نستهين؟ بيقول مار بولس الرسول: هل نستهين بغنى لطف الله وإمهاله وطول أناته؟ إمهال الله وطول أناته ولطفه، هدول نعمة لألنا نحن حتى نصحى ونقول أنه نحن حان الوقت أنه أرجع لإلك يا رب. عم نعمل هيك أو عم نستهين ونظل ماشيين بطريق هو كله ظلام بعيد عن النور؟ آدم سمع كلمة ربنا: أين أنت خجل؟ وقت نرجع نتأمل بأين أنت كلمة الرب لآدم، بيجي لبالنا صورتين متشابهتين. آدم عم يقول له ربنا: أين أنت؟ وبعهد النعمة بعد الخلاص وبوقت الرسل عم يقول له ربنا للإسخريوطي: أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ رح نشوف شو وجه الشبه، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد أخوتي وأحبائي، عم نتأمل بموقف المحبة من سقوط آدم وحواء وابتعادهم عن ربنا، وكنا عم نتأمل بكلمة أين أنت يلي قالها ربنا لآدم وقت اللي كان عم يسعى وعم يركض وراءه آدم. أين أنت؟ آدم رد على ربنا وقال له خشيت، وقال له خجلت لأني عريان. هلأ بدنا نشوف المحبة الإلهية. ربنا عم يحاور آدم: هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ هون منشوف أنه في حوار، ربنا فتح حوار مع آدم. بدل السخط، بدل الغضب، مقابل تركي لإلك يا رب، عم شوف عم تناقشني، عم شوف عم تحاورني. فهذا عجب. هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟
هون منشوف السورتين يلي ختمنا فيهن قبل الفاصل، سورة آدم في الجنة وسورة الإسخريوطي بالبستان. آدم بالجنة، ربنا عم يحاوره، عم يقول له هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ وهنيك في البستان عم يقول ربنا للإسخريوطي أبي قبلة تسلم سيدك. القبلة يلي هي رمز للمحبة، وأنا يلي حبيتك وانتقيتك لتكون واحد من حاملي البشارة الاثني عشر، هلا عم تسلمني بقبلة؟ الحوار هون كان عتب المحب، عتب الأب على ابنه، وبالجنة كان عتب الله الآب السماوي على ابنه آدم. بتأمل بكتاب مختارات من قصائد القديس مار يوحنا الذهبي الفم، بيتأمل بمقال اسمه تسليم يهوذا، بيقول له لماذا؟ عم يحكي على انه ليش كان التسليم؟ لماذا؟ ألأنني سلطتك على الشياطين؟ ألأنني وهبتك مقدرة شفاء المرضى وتطهير البرص وإقامة الموتى؟ ألهذا تسلمني؟ عتب المحب، وهون هل أكلت من الشجرة؟ عتب الآب السماوي والمحبة الإلهية على آدم، أكلت من الشجرة يلي وصيتك أنا أنك ما تأكل منها؟ يا رب شو هو المغزى من حوارك مع آدم بما أنه آدم أكل وأنت عارف مسبقاً أنه أكل؟ وأما أسئلتك فهي أسئلة الله العارف بكل شيء، فإذا ربنا بيعرف أجوبة الأسئلة، بيعرف أنه آدم نعم أكل. إذا ربنا كان له غاية وقصد من وراء سؤال آدم، وهالغاية وهالقصد بيتمثل بأمرين اثنين، والأمرين مرتبطين مع بعض. الأمر الأول من حوار ربنا مع آدم كان عم يعطي آدم مجال من فيض محبته حتى آدم يعترف بالخطيئة ويغفر له، فكان الأمر الأول أنه عم يحط الخطيئة أمام آدم. إذا حطت الخطيئة أمامي، خطيئتي إذا كانت أمامي قد أعترف بها. اليوم بيصير كتير أنه منخطأ وبنحاول نحن نتجاوز الخطيئة بنسيانها. ربنا راد أولا يحط الخطيئة قدام آدم، أما الأمر الثاني فهو اعتراف آدم بالخطيئة لكي يغفر له الله. نعم بالفردوس كان ربنا بده، بالجنة كان بده ربنا يغفر لآدم إذا اعترف بخطيئته. برسالة مار يوحنا الأولى وإصحاحه الأول ما قالنا أمين هو الله وعادل، إن اعترفتم بخطاياكم يغفر لكم ويطهركم من كل إثم. نعم أمين يغفر لنا ويطهرنا من كل إثم، هذا كان قصد ربنا، يحط الخطيئة قدام آدم لحتى يعترف آدم. آدم كان بحاجة أنه يقول يلي قاله داود النبي بمزموره الواحد والخمسون، كان عم يقول داود خطيئتي أمامي دائما، حط خطيئته قدامه دائما المرنم. ليش؟ لحتى يضل يعترف فيها، حتى أنه بلل فراشه ببكاءه لأنه كانت خطيئته أمامه وهو يلي وضعها أمامه. ربنا هذا كان مقصده،
يحط الخطيئة قدام آدم، وبالتالي دعوة إلى التوبة حتى يغفر لآدم. أحبائي، ربنا بمراحمه الكثيرة وبهالقصد هذا اللي كان يريده، منشوف مرة تانية مقاومة المحبة. مرة تانية آدم قاوم المحبة، المرة الأولى وقت العصا وأخذ من امرأته وأكل وكسر الوصية، أما المرة الثانية فمنشوف أنه آدم ما اعترف بخطيئته، ولكن قال له لربنا، قال له المرأة التي أعطيتني هي أعطتني فأكلت. هون عندنا مشكلة كتير كتير كبيرة. ما هي بقصة آدم ولكن بقصتنا نحن. وقت يدعونا الله للتوبة ويفتح إيديه وقلنا أنا أعطيتكم باب المعمودية للخلاص وأعطيتكم باب مفتوح دائما غير المعمودية يلي بتصير مرة واحدة، في عنا باب مفتوح دائما هو التوبة، ولكن رمي خطأنا على الآخر من ضعفي. يا رب الشيطان أغواني، بيكون ربنا عاطيني مثل ما عطى آدم مسبقا انه هي اذا اكلتها بدك تموت، هيك اذا صار، اذا مشيت بهالطريق يؤدي الى الهلاك. فمنشوف نحن انه ربنا رح نفوت فيها بالتفصيل فيما بعد رمي الاخطاء، ولكن هلا بدنا نشوف انه ربنا دعا ادم الى التوبه، ولكن شفنا المقاومه، مقاومه المحبه مره ثانيه. من موقف الله آدم أين أنت؟ من موقف الله مناقشة آدم بيبين معنى أن الله غضبان بمعنى الغضب، بيبين معنى الله إله جاي ينتقم، أو بيبين معنى بدل الغضب وبدل السخط حزن الله. نعم، عبارة حزن الله. ما كان غضب نتيجة كسر الوصية بقدر ما كان حزن على آدم وعلى الحالة يلي وصلها. نعم الله يحزن، نعم المحبة تحزن. مرقس الرسول بإفسس 4 بيقول لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم إلى يوم الفداء. لا تحزنوا روح الله. كيف نحن ممكن نخلي يحزن روح الله؟ بالخطايا أولا، بالخطيئة. أما بعد الخطيئة فكمان منجدد حزن روح الله بعدم التوبة، بعدم الرجوع عن الخطيئة. فهون ممكن نقول انه حزن الله على آدم اكثر من انه غضب او سخط، والا ما كان ناقش ودخل بحوار معه. رح نعطي شوية أمثلة لنشوف لو آدم اعترف. بناخذ أشخاص ثانين وكبار بالكتاب المقدس، شخصيات منتقات من الكتاب المقدس أخطأت، ولكن كان منها أنه رجعت عن طريق الخطأ. وقتها شو كان موقف الله؟ لنعرف أنه الله هون عم يحاور آدم حتى يرجع عن خطأه. داود النبي المرنم الملك يلي اختاره ربنا ابن يسى، بصموئيل الثاني اصحاحه 12 بنقرا قصه رح نحكيها بسيط بس لحتى نعرف
شو هي الخطيئة وكيف ربنا سامح. بصموئيل الثاني الإصحاح 12 بيفرجينا أنه داود الملك أخذ امرأة أوريا الحثي، ووقت الحبلت بعته للجيش ووصى أنه يكون هو بالمقدمة مشان يقتل وياخذ امرأته. وداود رجل الله المختار من الله، فكانت خطيئة كبيرة. جبتك وعملتك ملك وقويتك على أعدائك، فشو هالخطيئة الكبيرة وقتل أوريا الحثي. ولكن ربنا بعت مثل ما ناقش آدم، بعت لعند داود النبي ناثان، قال له بمملكي في رجلين، رجل غني وعنده غنم كثير ورجل فقير وعنده غنم واحدة. إجا ضيف للرجل الغني فأخذ الغنم من الرجل الفقير ليقدم ضيافة لضيفه. قال له مين هو يلي عمل هيك؟ قتلا يقتل، بدي يقتله. قال له أنت، وفرجا خطيئته. داود وقت العرف خطيئته شو صار؟ أول ما نبه ناثان قال إني أخطأت إلى الرب، اعترف بالخطيئة، إني أخطأت إلى الرب. طيب بعد هالخطيئة شو كان موقف الرب بعد الاعتراف بالخطيئة إني أخطأت إلى الرب؟ قال والرب ينقل عنك خطيئتك. فورا ناثان قال له ربنا شال العقوبة عنك. بعبارة صريحة قال له ناثان لا تموت. قال له ما رح تموت، انت اعترفت للرب. فكان نقاش ربنا مع آدم حتى آدم يعترف. المثال الثاني بلوقا 15 لابن الضال، وقت الأخطأ الابن الضال فكر بنفسه قال أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له أخطأت إلى السماء وأمامك ولست مستحقا أن أكون لك ابنا، اقبلني كأحد أجراك، خذني واحد من عبيدك، أنا خطيت قدامك، خطيت قدام السماء وماني مستحق أن أكون لإلك. شو كان ردة فعل الأب؟ احتضنوا، ومثل ما شفنا بغير حلقة حكينا عنه، احتضنوا ورجعوا إلى مرتبة البنوة. مثل ثالث وأخير، لأنه الأمثلة كثيرة عن يلي غلطوا ربنا كان لإلهم، المحتضن بعد غلطهم وكانت المحبة مثل ما عرفوها قبل الخطأ فاتحة أحضانا وعم تستقبلهم. مثل أخير هامة الرسل، مار بطرس. مار بطرس بيقول له ربنا رح تنكرني قبل أنه يصيح الديك، رح تنكرني ثلاث مرات. وفعلا بطرس الرسول نكر إنكار كامل، نكر ثلاث مرات ربنا يسوع المسيح وحلف انه ما بيعرفه. وقت صاح الديك اتذكر مار بطرس قول ربنا، وقت العرف وتذكر وعرف تماما انه اخطا، قال خرج الى الخارج وبكى بكاء مرا. الدموع هاي يا مار بطرس بتطفي كل خطيتك. رجعوا ربنا وعطاه المفاتيح وجعلوا هامة الرسل. ثلاث أمثلة أخذناهن، مار بطرس بكي بكاء مر على خطيته، أمين وعادل هو الرب الإله، إن اعترفنا بخطايانا يغفر لنا ويطهرنا من كل إثم. داود النبي اعترف وقال أنا أخطأت، والابن الضال اعترف وقال أنا أخطأت، والثلاثة رجعوا لمنزلتهم. فإذا كان حوار ربنا مع آدم هو طلب عودة آدم
رجوع لآدم إلى المحبة، ولكن آدم ما بكي على خطيته ولا قال له أنا خطيت، قال له المرأة يلي أنت أعطيتني هي أعطتني فأكلت. هون صارت مستوجب العدالة الإلهية، ولكن بالعدالة محبة، وهالأمر هذا رح نشوفه ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد أخوتي بالرب يسوع. كنا عم نحكي عن أنه حوار ربنا مع آدم كان حتى آدم يعترف بخطيئته، مثل ما بيقول الكتاب عن بكاء مار بطرس الرسول بمتى 26، بيقول بكى بكاء مرا لو كان آدم عمل بطريقة مار بطرس هامة الرسل. مثل ما رجع مار بطرس كان رجع آدم لمنزلته الأولى يلي سقط منها، ولكن كان رمي الأخطاء على الآخر هو السائد ما بين آدم وحواء. فآدم قالوا لربنا بدل طلب المغفرة مثل ما عمل مار بطرس الرسول، قال له المرأة يلي أنت أعطيتني هي أعطتني فأكلت. ربنا بيوجه حواره لحواء، لو حواء كمان اعترفت بخطيئتها، أما حواء كمان ألقت الخطأ، قالت له الحية أغوتني. ربنا كان وكأنه عم يطلب منهم اعتراف بخطأ. واليوم نحن أخوتي ممكن نبتعد، وربنا ممكن ما يسأل ليش سقطت، ولكن رح يسألنا ليش ما قمت. وقتها ما رح أقدر أنا أحط له المبررات، الشيطان أغواني لأنه هو أعطاني الطريق وفرجاني ووضح لي شو هو الطريق. فهون صار مستوجب العدل الإلهي، ولكن كلمة العدل الإلهي بتفرجي صعوبة وقساوة كلمة عدل؟ لا، بالنسبة لربنا العدل ملزوم بالمحبة والمحبة ملزومة بالعدل. مزمور 11 بيقول لأنه عادل ويحب العدل. فإذا ربنا حتى لو حط عدله وحتى لو عاقبك يا آدم من وسط العدالة رح يسطع نور، هذا النور هو نور الحب الإلهي. مشان هيك ربنا أول ما بدي العقوبة بدي بالحية. إذا واحد سأل قبل ما نتابع موضوعنا ليش الحية طالما الشيطان هو يلي أغوى، والحية هي واسطة أو وسيلة أو أداة استخدم الشيطان، فمنشوف أنه ربنا من محبته لآدم، من حزنه على آدم يلي سقط، يعاقب الشيطان ويعاقب الواسطة أو الأداة أو الوسيلة يلي استخدمها الشيطان. مشان هيك هذا لازم يكون لنا نحن قدام عيوننا، أنه ربنا ما رح يقبل أنه يتعثروا أبناؤه. ننتبه أنه ما نكون نحن سبب أو أداة بإيد الشيطان يستخدمنا لحتى يضلل أبناء الرب. نعرف أنه في إلنا خطيئة عظيمة من وراء الموضوع. فإذا أنا كنت بعيد، إذا أنا كنت خاطئ فهي خطيئة، ولكن إذا كنت سبب بإني خلي غيري يخطأ، خلي غيري يبتعد، خلي غيري يترك الرب، فهديك خطيئة مضاعفة وهديك خطيئة أعظم. ربنا قال أنه لابد أنه تجي العثرات. الشيطان موجود ويحارب، مثل ما بقصة أيوب منشوف أيوب صديق مع الرب،
شافوا ربنا عم يقول له من أين أتيت؟ من قال له الشيطان من الجولاني في الأرض. قال له وضعت عينك على عبدي أيوب. طالما الشيطان موجود رح يظل يحط عينه على أبناء الرب لحتى يسقطن، ولكن لابد أن تقع العثرات. ويل للعالم من العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته العثرات. دير بالك إذا أنت بعيد لا تجرف حدا معك، لأنه بوقتها بدك تكون أنت واسطة تأتي بسبب العثرات. بيقول ربنا يلي بده يكون واسطة تأتي بسببها العثرات، خير له لو علق بعنقه حجر رحى وطرح في البحر. كمان بيقول انتبهوا ما ضللوا أحد هؤلاء إخوتي الأصاغر. نرجع للعقوبة ونشوف أنه ربنا حط العقوبة وبلش بالعقوبة أولا بالحية قبل ما يعطي عقوبة آدم. عطى عقوبة الحية وقالها ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. بتتمت هالعقوبة هي منشوف المحبة العظيمة، منشوف حبك العظيم يا رب. بتتمت عقوبة الحي بيقول وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. السماء جربنا على عقوبة آدم وحواء، عطى وعد صارح وواضح، عطى وعد صحيح صريح واضح بالخلاص وبمجيء المخلص. رح يجي يلي يسحق رأسك. ليش ربنا عطى هالوعد هذا قبل العقوبة؟ لأنه حبه عظيم. كيف يعني؟ لا سببين اثنين. السبب الأول أنه آدم يعرف أنه رح يجي ابن الله يخلصه قبل ما يسمع عقوبته هو، لئلا يحزن وييأس. السبب الثاني من محبة ربنا لآدم، محب أنه الشيطان يهزأ بآدم و يصرخ بآدم، يصرخ بمعنى أنه أنا غلبت وأنت أكلت العقوبة، يستهزئ بآدم. مشان هيك ربنا عطى أنه العقوبة تكون أول شيء لآدم لسبب عدم حزن آدم حتى اليأس، يعرف أنه في عنده أمل الرجاء بالمخلص، بمعنى أنه يتعزى بالعقوبة تبعه يلي رح يناله. وهون منشوف صورة واضحة وجلية كثير عن المحبة الموجودة بالعدل. ومثل ما قلنا الأمر الثاني أنه ما يشمت الشيطان أو يتعظم مثل ما طلب آدم، لا تشمتي بي عدوتي حسب ميخا 7. فإذا ربنا حبه عظيم، حط أمور آدم بالدرجة الأولى حتى بعد سقوط آدم، وعاقب الحية يلي هي سبب كانت بسقوط آدم، وبعدين إجا العدل الإلهي لعند آدم حتى يعطيه العدل حقه، مثل ما المحبة أخذت حقها. فكان من ربنا أنه بدي بالعقوبة وقالها لأمنا حواء، لأنه أنت أكلتي ولأنه أنت أعطيتي رجلك في إلك عقوبة. وعطاها العقوبة هي الأوجاع بالحبل والولادة، عطاها أنه أنت لرجلك يكون اشتياقك دائما هو يسود عليك. لآدم قد ما حزين كان ربنا على آدم
والحالية اللي سقط منها ملعونة الأرض بسببك. قال له إنه بدها تصير الأرض تنبت لك حسك وشوك، بعرق جبينك تأكل خبزك. هون دليل على الشيء اللي حكيناه الحلقة السابقة، إنه العمل بالجنة قبل السقوط كان عمل فرح، أما هلأ هون بعد السقوط تحول للتعب. ولكن بعد العقوبة بدنا نمشي لنشوف هل توقفت محبة الله بعد ما عاقب الحية قبل ما يعطي العقوبة لآدم وحواء. محبة الرب لا تقف أبدا. خلونا نشوف حنيته، خلينا نشوف حنانه، خلونا نشوف عطفه على الإنسان يلي تعرى. بيقول صنع أقمصة من جلد، عمل لهم لآدم وحواء أقمصة من جلد، كانوا لبسوا ورق التين ليغطوا العورة، ولكن ربنا ما رد لهم الورق، قال صنع لقلهم أقمصة من جلد. هاي بعد ما تركوه، هاي بعد ما تنازلوا عن محبته، هاي بعد ما أعطاهم كل شيء وابتعدوا عنه وسمعوا للشيطان، ما سمح فيهم ربنا. فنقدر نقول له ونعترف حبك عظيم يا الله. هل توقفت المحبة؟ مضطرين نحن نشوف، مشان ما إنسان، أي إنسان على الأرض يفكر أنه العقوبة على آدم وحواء بحد ذاتها كانت سخط. لا تنسوا الحب العظيم، أنه هالعقوبة هي شالها ابنه الحبيب، عطى للإنسان تعب. قال إشعياء 53 رجل أوجاع، عطى لآدم حزن من خلال الطرد من الجنة. حزن آدم كمان، إشعياء 53 بيقول مختبر الحزن، قال له أرضك رح تنبت لك شوك، فكان الشوك إكليل لربنا شاله. قال له بدك تموت، فكان إنه ربنا ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا. فهل حب أعظم من هذا؟ منشوف فيه إنه الرب عم يحط العقوبة بعدله الإلهي، وعم يدفع السك ابنه الوحيد. هل من حب أعظم من هذا؟ منشوف فيه إنه ربنا وهو بحالة إنه الإنسان تركه عم ينتبه على نفسية آدم، عم ينتبه على حالة آدم، مشان ما يشمت فيه الشيطان، عاقب من كان السبب الشيطان. أولا، لا، ليس حب كحبك يا رب، ليست محبة كمحبتك يا رب. فاجعلني يا رب كخاتم على إصبعك، اجعلني يا رب عندما أخطأ وأسقط أقوم، اجعلني يا رب مستنار بنورك الإلهي، اجعلني يا رب معترف بخطيئتي أمامك. مع بعضنا بدنا ننهي حلقة اليوم أخوتي وأخواتي بالرب بالتأمل بمزمور المرنم يلي بيقول فيه ارحمني يا الله، المزمور 51، مشان نتعلم دائما نسمع هالمزمور لحتى نقدر نحط الخطيئة تبعنا قدامنا، وبالتالي نقدر نعترف فيها، وبالتالي هو يغفر لنا، لأنه إذا اعترفنا رح يغفر لنا الخطيئة مثل ما هو وعد، وكلامه صادق وهو أمين. آمين، يتمجد اسمك يا رب. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني لأني عارف
بمعاصي وخطيئتي أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك، لأني بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، أما أنت فقد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك. انضحني يا رب بالزوفة، انضحني بالزوف فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها، صرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة اعضدني، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيرنم لساني برك، افتح يا رب شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. ذبائح الله هي روح منسحقة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره، أحسن برضاك إلى صهيون وابني أسوار أورشليم، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. آمين. لك كل المجد يا الله، يا من تقويني حتى أعترف بخطيئتي وحتى أجعلها أمامي دائما، لكي تكون لي بواسطتها أنت غافرا لآثامي. لك كل المجد دائما وأبدا. آمين. إخوتي الأحباء، خلوكن معنا بحلقة جديدة بنعمة ربنا من برنامج حبك عظيم، رح نكون فيها خارج موضوع آدم وحواء. للحلقة الجاي نطلب من ربنا أنه دائما تكونوا بخير، فوشون بشلومه، ابقوا بسلام.